ممكن اقول لك بابا، هي البنت قالت لي كده، صوتها الهامس كان في وداني اعلى كتير من اعلى ندى، ولا قلت لها قولي براحتك ولا قلت لها بلاش، علشان صوتي في صدري كان متحاش. مديت ايدي اخدها في حضني، مدت دمع عينيها تاخدني، واما اخدت البنت في حضني حسيت فيا شلال حب، وخفت لصدري يضيق ما يسعش. كانت طفلة بتشبه شمس الشتاء، بتدفي ولكن ما بتلسعش. بابا وماما راحوا زمان، طلعوا لربنا، وانا جيت هنا. لما بتشخط فيا الأبلة قلبي يروح مقفول على حزنه، تعرف ليه؟ علشان مش بلقى حد ياخدني في حضنه. واما قالت لي كده حسيت بالظبط ان انا من جوه اتكهربت، علشان عارف لما اليتم بيدخل دنيا الطفل اوام بيكتف ايد واوام بيشل خطى، واللي بيبدا عمره يتيم بيعيش في العالم من غير غطى. لما اخدت البنت في حضني حسيت اني بوسع عمري انا بوجودها، لا وخصوصا لما دمع عينيها نزل على خدي ودمع عينيا بل خدودها. انا زيك والله، انا زيك، محتاج املى حياتي دفى وامان. ما هو اصل الانسان في نهايه عمره زيه زمان في بدايه عمره، في عينيه دمعه قريبه وبيشعر دايما بالحرمان. خليني املى صدري بريحتك، خليني المس وشك حته بحته واشوف تسريحتك. الله على انفاس تشبه لحظات المغرب، ما فيهاش برد وما فيهاش حر، وعيون هم بابين على جنه لسه ما دخلهاش الشر. واما عرفت افوق من وجعي ضحكت لها، واما قدرت اتكلم قلت لها ايوه انا بابا وماما واخواتك وجميع اهلك، كل ما انت تحب تقوليها لي ابقي تعالي، وانا والله كل ما احب اسمعها هندهلك. الله الله، بس واضح ان التجربه كان فيها الم بالفعل. وجعتني. اخر حاجه بس عايز اختم بيها ابيات قليله قلتها في واحده تخينه قوي، بس مش هخليك تختم بيها عشان ما ازعلش التخان. يا عم صل على النبي، انت عايز تزعل الناس؟ لا لا، ده مش هجاء. ده هي وصف بس كده يعني. طيب بس مش الاخيره هتقولها. طيب وبعدين حطوا منك قبل ما اقول بس دي، بمناسبه ان انا راجل منحوس ودايما عندي حظ عاثر في الحياه، مره كنت بهرج مع الصديقه وبقول لها ايه، اموت واعمل معاك غلطه يا صفقه رز بالخلطه، اعيش وياك 3 ايام وراضي بعدها بجلطه. صدق ما حصليش من ده كله الا الجلطه. نرجع للتخينه، قلت لها ايه بقى مره؟ ايوه حبيبتي، انت شيء نادر، انوثه وفهلوه وصاروخ، كان الدنيا دي رنجه وانت في قلبها البطروخ، مساحتك فدانين حنطه يا طن مفتقه في شنطه، ركن صدرك على طنطه وهنشك لسه قافل طوخ.